تخيلوا وياي، خاصة اللي يحبون يروحون للفضاء، إنه الموضوع صار كل سهل. شلون؟ تصعد بمصعد، تروح لهذا العالم وتشوف شكو ماكو هناك وترضي فضولك. شلون؟ تفاصيل هذا الموضوع ويا فاطمة ظالم. مثل ما قال زميلي عباس، تخيلوا نروح للفضاء بمجرد ما نصعد مصعد، حالة حال أي مكان. هذه الفكرة اللي تخيلناها سوا أعلنت عنها شركة يابانية، واللي قالت إنها راح تبني مصعد فضائي يغنيها عن استخدام الصواريخ بحلول عام 2025 بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي. وعلى فكرة هي أعلنت بسنة 2012 عن هذا المشروع الخرافي، وقالت راح تبدأ بتنفيذه بعام 2025 وتبدأ عمليات السفر أيضاً بعام 2025. المصعد راح يعتمد على الطاقة الشمسية ومرتبط بمحطة على الأرض ومحطة على الموكب الفضائي، وارتفاعه راح يكون 96 ألف كيلو متر. فبدلاً من أنه يستغرق الوصول إلى المريخ من 6 إلى 8 أشهر، قدر العلماء أنه المصعد الفضائي ممكن أنه يوصلنا لهناك بغضون 3 أشهر أو 4، أو حتى احتمال خلال 40 يوم. وأنتوا شنو رأيكم بهيجي اختراع؟ وتقدرون تروحون رحلة للفضاء بمصعد؟